أهلا بكم من جديد مشاهدينا، مستمرون في التغطية ونبدأ مع الجبهة الشمالية، حيث جدد الجيش الإسرائيلي القصف على جنوب لبنان لاسيما على بلدة عيت الشعب، مما أدى إلى أضرار جسيمة بممتلكات وبنى تحتية ومنازل، بينما رد حزب الله باستهداف ثكنة شوميرة ورامية والملكية شمالية إسرائيل بعد أن نعى اثنين من عناصره ليرتفع عدد القتلى في صفوفه إلى 269 قتيلا. وقالت مصادر أن قضاء مرجعيون في الجنوب اللبناني شهد ليلة قاسية تخللتها غارات عنيفة. حول هذا أرحب بمراسلنا بليغ صلاحدين المتواجد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. مرحبا بك معنا بليغ. إذن هل من جديد في الساعة الأخيرة من حيث التطورات الميدانية بداية؟ نعم فعلا أسيل، يعني الصافرات الانذار وكذلك الرشقات الصاروخية لا تتوقف تجاه البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود، آخرها كان فيما يعني يقول حزب الله تلال كفر شوبع المحتلة أو منطقة هاردوب الإسرائيلية، 9 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان. لا شك أن هذه رشقة كبيرة غير معتادة في الأيام الأخيرة، على الأقل كان هناك يعني إسقاط لخمسة من هذه الصواريخ عن طريق القبة الحديدية، وباقي الصواريخ بحسب التقارير سقطت في مناطق مفتوحة دون يعني تقارير تتحدث عن إصابات أو أضرار في الممتلكات. حزب الله بنفسه كان قد أعلن عدة مرات طبعا اليوم عن استهدافات تجاه المواقع الإسرائيلية، موقع رويسات العلم، مربض الزعورة، وكذلك زبدين في المنطقة منطقة هاردوف، أي أن التصعيد واضح من قبل حزب الله خصيصا على وقع يعني الاستهدافات الإسرائيلية في جنوب لبنان ومقتل العناصر التابعة له، وكذلك الحركة أمل. يعني في الأمس كان هناك إعلام من قبل حركة أمل المقربة من حزب الله وإيران يقول فيها أن اثنين من عناصره قتلوا في عيت الشعب. على ما يبدو إذن يعني هذه الاستهدافات هي على ما يبدو رد على هذه الاغتيالات المتتالية، ويعني المجموع نستطيع أن نقول يعني منذ ليلة أمس أو منذ يوم أمس بشكل عام وفي هذا اليوم 9 قتلى في عناصر حزب الله. يمكن أن يكون هنا أيضا يعني جمع لي أيضا العنصرين من حركة أمل، ولكن الحديث بشكل عام عن عدد كبير من القتلى في الجانب اللبناني، هذا ما يؤدي على ما يبدو إلى هذا التصعيد في هذا اليوم، بالإضافة طبعا إلى التخوف الإسرائيلي كما قلنا في السابق ليعني توسيع رقعة القتال بسبب الاغتيال الذي نسب لإسرائيل في دمشق كذلك. نعم بليغ، ولكن من ناحية التصريحات السياسية لربما يوم هادئ نسبيا بعد كل هذه التهديدات من قبل نصر الله يوم أمس. نعم، يعني آخر التصريحات السياسية كانت في يوم أمس من قبل نصر الله الذي يعني إضافة إلى حديثه عن العملية في أو الاستهداف في دمشق، يعني قال أن لبنان أو حزب الله يرحب بالإسرائيليين إذا أرادوا حربا وهو جاهز بكل الأحوال. من جهة أخرى وكأن جالانت رد عليه في حديث أيضا مع يعني مجموعة من الجنود في إحدى المواقع العسكرية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، يقول بشكل واضح أن يعني إسرائيل هي مستعدة ولكنها ليست متخوفة، الاستعداد على أقصى يعني درجات ياسيل. وصلت الصورة، أشكرك جزيل الشكر مراسلنا بليغ صلاحدين على كافة هذه المعلومات، حدثني من الحدود الإسرائيلية الشمالية، شكرا لك بليغ. إلى قطاع غزة مشاهدينا، وفي آخر التطورات أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثة المختطف إلعاد كتسير خلال عملية لوحدة الكوماندوس في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأضاف الجيش في بيان له أن المختطف قتل حينما كان في الأسر لدى حركة الجهاد الإسلامي. وقالت مصادر إسرائيلية أن الجثة كانت مدفونة في مخيم خان يونس للاجئين، فيما تشير التقديرات إلى أنه قتل خلال شهر يناير كانون الأول الماضي. في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية القيادي في حركة حماس أكرم عبد الرحمن حسين سلامة في ضربة جوية جنوب قطاع غزة الأربعاء الماضي. وقال الجيش إن سلامة قيادي في الأمن الداخلي لحركة حماس وأنه شغل عدة مناصب رئيسية في الحركة بما في ذلك نائب رئيس منطقة خان يونس، كما وأنه خطط لهجمات في إسرائيل. ميدانيا، في اليوم 83 بعد المئة من الحرب تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في عدة محاور وسط اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 33,173 ضحية، فيما تجاوز عدد المصابين حاجز 75,000 منذ 7 أكتوبر الماضي.
هي الوحيدة يعني اللي بنقدر نطعم فيها أولادنا. أول ما جينا تصدق إنه كنا ناكل الخبز المعفن من غل الأسعار هنا، وهي الوحيدة اللي بنجيب منها أكل للصغار. أنا عندي عن ثلاثة أولاد وبنت، بدهم من وين أجيب لهم؟ مش مقدرت مصاري كل يوم أصرف أنا معيش. هذه يعني التكية هي اللي بتوفر علينا، هي المأمن. إحنا كل يوم في سياق هذه الصلة يتوجه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنيا إلى القاهرة لمواصلة جهود التوصل لوقف لإطلاق النار وصفقة التبادل وفق ما أفاد موقع أكسيوس. بدورها أعلنت حركة حماس إرسال وفد غدا الأحد لمصر لاستئناف المباحثات بعد رفضها المقترح الإسرائيلي الأخير للصفقة. وأفادت مصادر بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من زعيمي مصر وقطر المساعدة في إقناع حركة حماس الموافقة على إبرام اتفاق مع إسرائيل. في ذات السياق، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة تبرز كقضية رئيسية في صلب المفاوضات ومفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار. وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تضغط على إسرائيل للسماح لإعداد محدودة من المدنيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة. ووفقا للتقارير، فإسرائيل منفتحة للسماح بعودة 2000 نازح يوميا إلى شمال القطاع، معظمهم من النساء والأطفال. حول هذا أرحب بمراسلنا وسام كبهة المتواجد في تل أبيب وتحديدا من ميدان المختطفين. إذن مرحبا بك معنا وسام. كما أشرنا قبل قليل، استمرار المفاوضات في القاهرة يوم غد، هل من توقعات أو هل من معلومات في هذا السياق؟ نعم أسيل، في كل ما يخص يعني المفاوضات التي ستكون في القاهرة والحديث أنه سيكون هناك يعني وفد من حركة حماس سيخرج إلى القاهرة ويلتقي مع الوساطة المصرية الأمريكية والقطرية. بالبداية كان حديث أنه لن تكون هناك مباحثات ولن يكون هناك خروج لبعثة إسرائيلية، ولكن بعد ذلك عادت مصادر وأكدت بأن دادي برنيع رئيس الموساد سينتقل إلى المفاوضات غدا. وهذا أيضا يأتي في ظل الحديث عن الإعلان عن إيجاد جثة العاد كثير، الشخص الذي كان من بلدة نيرعوز والذي قتل يعني والذي اختطف في هجوم 7 أكتوبر وعثر على جثته بالأمس. وغضب شديد من عائلات المختطفين ومن أخت العاد كثير التي تحدثت قبل قليل وقالت بأن هذا أمر لا يصدق، بأنه كان بالإمكان هناك فرصة لأن يخرج حي في صفقة تبادل والحكومة هي من رفضته، لذلك هي توجه أصابع الاتهام وتقول بأن الحكومة هي من قتلت وتسببت في مقتل أخيها. لذلك أسيل، اليوم ستكون هناك يعني تظاهرات كبيرة عنوانها العاد كثير، يتحدثون عن أن هذا يعني حالة غضب. كما سلفت في بداية حديثك، وصلنا لليوم 83 بعد 100% للحرب السريعة في قطاع غزة، ويقولون لا يعقل أن هناك مختطفين إسرائيليين متواجدون حتى الآن في الأسر بدون ماء وشراب وكهرباء ودواء، والحكومة تعي ذلك ويقولون أنه يجب عودة المختطفين الآن. لذلك ستكون هناك بالفعل حالة غضب عارمة في الشارع الإسرائيلي بعد أن كانت في بداية الأمر هي يعني تصريحات موجهة لأن تكون هناك صفقة، يجب سيكون هناك غضب. ويرى البعض بأن يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعي ذلك، لذلك هو قام مرة أخرى بإرسال يعني وفد إسرائيلي إلى المباحثات في قطر لمحاولة يعني إخضاع أو ممكن أن أقول يعني إبرة بنج لتهدئة الشارع الإسرائيلي الغاضب الذي ما زال يعي حتى هذه اللحظة وأنه يريد سقوط الحكومة. بات لا يتحدث فقط عن صفقة أسيل بل سقوط الحكومة، يوجه رسالة مباشرة مبطنة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه هو المسبب. لذلك كل هذا يأتي في خضام تعودنا عليه في الأسابيع الأخيرة. من جهة أخرى، صحيفة نيوزويك الأمريكية تحدثت قبل قليل وقالت في استطلاع رأي أخير بأن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يعني نزلت بشدة وأصبحت متقلصة في أعقاب يعني إدارته للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة. لذلك هناك ضغوطات أمريكية كبيرة على إسرائيل وعلى حركة حماس بتوجيه بأن بالفعل أنه يجب أن تكون هناك صفقة. الولايات المتحدة يعني تعي ذلك أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار. كانوا يتحدثون عن شهر رمضان أسير أنه سيكون ربما الشعلة التي قد تطفئ هذه الحرب، ولكن مر مرور شهر رمضان الآن يتحدثون عن هجوم بري في رفح، عودة المختطفين أحياء، ظل حديث عن عودة الاحتجاجات إلى الشارع الإسرائيلي. وأيضا نقطة أساسية وهي بالتزامن مع ذهاب البعثة الإسرائيلية التي يقول هنا في ميدان المختطفين أنها ليست المرة الأولى
وليست الأخيرة التي يذهب فيها دادي برنية إلى لقاء في القاهرة ويعود بخفاح حنين. لا يوجد شيء، فقط محاولة تطمئن الشارع الإسرائيلي. لذلك هم يرغبون بالآن بأن يعني تذهب إسرائيل وتقول بأن يجب أن تكون هناك صفقة، خاصة مع إعلانات لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي يقول بأن حماس متعنتة في مطالبها، أولا عودة النازحين ووقف من الجنوب إلى الشمال ووقف إطلاق نار كامل وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي. نعم وسام، أشكرك حتى اللحظة على كافة هذه المعلومات وعلى نقل صورتي لنا. حدثني من مدينة تل أبيب. في المزيد من التطورات مشاهدينا، وضعت إيران قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى وسط ترجيحات بأن يكون الرد الإيراني على الهجوم على قنصليتها في سوريا قبل نهاية شهر رمضان، وفق ما نقلت شبكة CNN. ووفقا لمعلومات استخباراتية أمريكية، تخطط إيران لهجوم من أراضيها يتضمن إطلاق مجموعة مسيرات من نوع شاهد وصواريخ كروز. وقالت إيران إنها طلبت من الولايات المتحدة التنحي جانبا حتى لا تتعرض للضرب، وحذرتها من الانجرار إلى فخ نتنياهو وفق ما أفادت مصادر مطلعة. في ذات السياق، وصف رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري الهجوم على قنصلية إيران في دمشق بالخطوة المجنونة، وقال إن واشنطن شريكة فيها، مشيرا إلى أن الانتقام لمقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي سيكون في الوقت والمكان المناسبين. وأضاف باقري أن عملية الانتقام ستجعل العدو يندم على فعلته، موضحا أن إيران هي من تحدد طريقة الانتقام وفق وصفه. قالت حركة المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بطائرات مسيرة مصافي النفط في مدينة حيفا، وذكر الفصيل في بيان له إنه سيواصل ضرب أهداف إسرائيلية ردا على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. أما في مدينة القدس مشاهدينا، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 17 عاما، تقول إنه خطط لتنفيذ عملية طعن. وفي وقت سابق نفذت القوات الإسرائيلية في سياق متصل حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية، حيث اعتقلت شبان من نابلس ومدن أخرى في الضفة. حول كل هذا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد أمير أورن، خبير في الشؤون السياسية والأمنية. مرحبا بك معنا سيد أمير. إذن بدءا من كل هذه التهديدات الإيرانية، إيران تتوعد وتهدد لليوم لربما الرابع على التوالي، بالمقابل أيضا تقارير أمريكية تشير إلى أن الرد قريب وهو قبل نهاية شهر رمضان. هذا يتعلق بخطاب نصر الله بالأمس. بالأمس قال نصر الله أمر لم يكن واضح، هو قال أنه لا توجد مؤامرة، وكان يعني أن هذا الأسبوع كانت هناك أنباء عن اتصالات سرية بين الولايات المتحدة وبين إيران. وفي هذه الاتصالات وفق التقارير الأمريكيون قال للإيرانيين أنهم لم يكونوا على دراية في العملية الإسرائيلية في دمشق، وأنهم ليسوا جزء من هذه العملية، وأن لا تكون واشنطن في محمل الرد. نصر الله قال أن محور المقاومة إيران، حزب الله وكل الفصائل الأخرى، ولكننا نرى أن إيران حتى الآن لم تنفذ تهديدها. في إسرائيل كانت هناك حالة هلع الخميس الماضي قبل يومين بعد هذه التهديدات، كان هناك استنفار عسكري ومدني لاستيعاب ضربة، وهذا لم يحدث. ربما هذا سيحدث في ذكرى الأربعين. ما هوجم لم تكن قنصلية إيرانية ولكن مقر لقوى القدس الإيرانية في بناية يتبع للسفارة لكنها ليست القنصلية. تذكرين أنه حينما عباس موسوي قتل في فبراير 92، الثأر جاء في بوينوس آيرس في ذكرى الأربعين وفق تقاليد العزاء. هذا يمكن أن يحدث في كل مكان، يمكن أن يحدث في ممثلية إسرائيلية، يمكن ضد طائرة من العال ربما هنا. التقارير تشير سيد أمير إلى أن الرد سيأتي من داخل الأراضي الإيرانية وليس من قبل الوكلاء، هل تتوقع فعلا أن يحدث هذا خاصة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله أصلا؟ نحن نتجاوز منذ سنوات هذه الحرب بين إسرائيل وإيران. إسرائيل قتلت وتباهت المهندسين وعلماء ذرة
بتوخ إيران وأنها اختلتهم داخل إيران وإيران لم ترد. ربما هي حاولت أن تضرب طيارين إسرائيليين في إسطنبول أو في أماكن أخرى ولكن دون أن تبقي بصمات لإيران. لا أعتقد أن من مصلحتها أن تهاجم من داخل أراضيها لأن إسرائيل سترد داخل أراضيها وليس بالضرورة بالصواريخ. يمكن إسرائيل أن ترد عبر السايبر، أن تضرب مثلا مصانع تكرير النفط أو في ميناء بندر عباس، أن تضرب مصادر الطاقة في إيران. هذه خطوة لا يقومون بها قبل أن يدرسوا نتائجها. ولكن إن عدنا إلى مسألة الولايات المتحدة، الولايات المتحدة تقول أنها لا تدعم سلوك إسرائيل مع إيران لهذا التصعيد. ربما كان أحد نقاط محاور بايدن ونتنياهو ما قاله البيت الأبيض أنهم تحدثوا عن التهديدات العلنية لإيران. نحن لا نعرف هل تحدثوا عن المعلومات الاستخباراتية بشأن ما تخطط له إيران وعن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن خطط إسرائيل. طيب انتقالا إلى قطاع غزة وإلى ما قاله الجيش اليوم أنه عثر على جثة أحد المختطفين، أين يضع هذا بداية العائلات، خاصة وأن العائلات لطالما قالت أن العملية العسكرية لا تساعد في تحرير المختطفين بل ربما تؤدي إلى مقتل المزيد منهم؟ هل على إسرائيل برأيك أن تغير من هذا النهج وتتوجه إلى وسيلة أخرى لحل كل هذه المسألة؟ إسرائيل كان يجب أن تغير طريق تفكيرها قبل عدة أشهر. أنت تذكرين أنه في نوفمبر تشرين الثاني كانت هناك صفقة، كانت صفقة تبادل شملت وقف إطلاق النار، الإفراج عن أسرى فلسطينيين وفق مفتاح معين، وتم إعادة النساء والأطفال. في اللحظة التي أراد حماس تغيير المعايير والحديث عن إعادة الكبار، إسرائيل أوقفت وقالت أنها تعود إلى الحرب. ومنذ الأول من قانون أول منذ 4 أشهر تقريبا إسرائيل تقول أنها تريد استنفاذ الضغط العسكري لإعادة المخطوفين، والنتيجة هي أنه تم إعادة مخطوفين وهما كانا في شقة سكنية وليس في نفق، بمعنى أن كل محاولات إخراج مخطوفين في الأنفاق لم تنجح وقتل 3 مخطوفين والضغط العسكري فقط تسبب بمقتل مخطوفين. في يناير كانون ثاني الجهاد الإسلامي بث شريط فيديو كان فيه كثير على قيد الحياة. إسرائيل قالت أن هذا إرهاب نفسي، لم تصل إلى صفقة، والجهاد الإسلامي قتل كثير. ليكون واضح، المجرمون هم رجالات الجهاد الإسلامي، هم خطفوا مدني، هم أسروه وهم قتلوه، الدم على أيدهم. ولكن حكومة نتنياهو كان بمقدورها أن تمنع ذلك لو توصلت إلى صفقة، لكنها لم ترغب لاعتبارات معروفة مثلا رفح وسنوار. ولكن الحقيقة هي والعائلات محقة أن الحكومة تستطيع، كانت تستطيع ولا زالت تستطيع أن تجلب المخطوفين من بقي منهم على قيد الحياة. لا أعتقد أنهم 134، أعتقد أن ما بقي على قيد الحياة عدة عشرات، ربما 60 أو 70 أقل أكثر لا نعرف. ولكن في كل مرة ينقص عدد المخطوفين. لذلك حينما يتحدث الجيش أنه جلب الجثة، هذا جميل أن تكون هناك جنازة، ولكن كان بالإمكان إعادتها على قائد الحياة. حكومة إسرائيل قررت أن هذا لا تريده. إذن هناك أيضا يمكن أن نقول أن هناك لوم كبير أيضا على الحكومة الإسرائيلية وفق ما تقوله أنت سيد أمير. كما ذكرنا في بداية هذه النشرة، استمرار المفاوضات في القاهرة يوم غد بالمقابل حركة حماس رفضت المقترح الإسرائيلي الأخير. هل تتوقع بأن تكون هناك نتيجة مختلفة، خاصة في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة بعد حادثة مقتل أيضا عمال الإغاثة؟ لا نعرف ما هو الموقف الإسرائيلي وما هو المقترح الإسرائيلي. إسرائيل لا تنشر، والسبب هو أنها تريد أن
تبقي حيز مناورة للوسطاء مصر وقطر أن يستطيعوا أن ينتزعوا من حماس ردا بأن إسرائيل أبدت بعض المرونة، ولكننا نعرف أن إسرائيل تعارض إعادة النازحين من منطقة المواسي ورفح إلى بيوتهم في شمال غزة. لماذا ترفض؟ لأنها تخشى من أن يتسلل معهم مسلحون من قبل حماس وأن تعود حماس تتحكم في شمال غزة، وهذا يعني أن كل عملية إسرائيل التي بدأت في نهاية أكتوبر كانت ستنتهي بدون أهداف، كما شهدنا في الشفاء أنه بعدما انسحب الجيش عاد إلى المشفى 1000 مسلح من حماس والجهاد الإسلامي، بمعنى أن العملية الأولى في الشفاء كانت بدون نتيجة. إسرائيل لا تستطيع أن تصمد طويلا في هذا الموقف، لأن هذا يعني أنه بسبب قرار إسرائيلي المخطوفون لا يعودون. لذلك الضغط الخارجي من قبل بايدن الذي يطالب بوقف لإطلاق النار، ووقف إطلاق النار هو مفتاح إعادة المخطوفين. بايدن يريد ذلك من أجل المخطوفين، ونعرف أن بينهم أمريكيين، ومن أجل إدخال المساعدات الإنسانية. الضغط الخارجي والتظاهرات، صحيح شاهدت في ساحة المخطوفين خالية، لأن التظاهرات اليوم هي في مواجهة الحكومة. لم يعد الناس يبكون، ولكنهم يطالبون ويطلبون من نتنياهو: أنت المسؤول عن أن عائلاتنا لا زالوا موجودون في الأسر. السؤال سيد أمير، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الضغط الأمريكي؟ نعلم أن إسرائيل أيضا مرتبطة بواشنطن ارتباط وثيق من حيث أيضا المساعدات التي تتلقاها من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هل إسرائيل عليها أن توافق في نهاية المطاف على كل هذه المطالب الأمريكية، أم يمكن لها أن تقول نحن نريد أن نستمر في هذه الحرب بغض النظر عن المطالب الأمريكية؟ هناك الكثير من المنطق في سؤالك، ولكن حتى الآن نتنياهو لم يعمل وفق المنطق. في نهاية الأسبوع قال بلينكن بشكل واضح: إن لم تغير إسرائيل ما تقوم به ولن نشاهد نتائج، فواشنطن ستغير سياستها. السيناتور بيرني ساندرز الذي بايدن بحاجة له لأنه يمثل الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، سئل ساندرز: ماذا كنت ستقترح على بايدن أن يقول؟ قال: بدلا منه كنت سأقول سيد نتنياهو، إن لم تنفذ لن أرسل لك السلاح. هذا تهديد لم نسمعه أبدا من رئيس أو من مقرب للرئيس. هذا أكثر مما قاله السيناتور شومر: نقترب من لحظة حظر السلاح الأمريكي ولو جزئيا على إسرائيل، أو عرضه كشرط أن نزودكم بالسلاح، ولكن لا تستخدموا هذا في مكان لا نوافق عليه. أشكرك حتى اللحظة السيد أمير. دعني أتحول إلى مراسلنا سعيد محاجنة ليطلعنا على كافة التطورات ميدانيا في قطاع غزة. إليك سعيد. نعم أسيد، إذن منذ ساعات الصباح والقصف الإسرائيلي يتركز أغلب هذا القصف على المناطق المركزية في قطاع غزة. نتحدث عن المحافظة الوسطى التي تتعرض منذ صباح هذا اليوم لقصف مدفعي عنيف جدا، بدأ في تمام الساعة 10 حين استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى قصر العدل في محررة نتصاريم شمال المحافظة الوسطى في قطاع غزة، ومن ثم بدأ الجيش الإسرائيلي باستهداف متواصل بالمدفعية الثقيلة على مناطق شرق البريج وشمال النصيرات والمغراقة والزهراء وشمال نتصاريم وسط قطاع غزة. كما استهدف أيضا سلاح الجو الإسرائيلي أيضا منزلا على في شارع المنصورة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالإضافة أيضا إلى أن حي الشيخ عجلين وأيضا تل الهوى غرب مدينة غزة أيضا تعرضت لقصف مدفعي متواصل، بالإضافة أيضا إلى أنه خلال ساعات ظهيرة هذا اليوم الجيش الإسرائيلي نسف عدد كبير من المباني السكنية في المغراقة وسط قطاع غزة، وأيضا غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غرب منطقة النصيرات وسط
قطاع غزة. خلال هذا اليوم لأول مرة تدخل إلى شمال قطاع غزة لأول مرة منذ 7 أكتوبر كميات من الوقود وأيضا لمساعدة المستشفيات في شمال قطاع غزة لأول مرة تدخل يعني الوقود وأدوية لمستشفيات شمال. هل تم تأكيد هذه المعلومات سعيد لأن الجيش الإسرائيلي نفى قبل قليل؟ نعم صحيح، دخلت شاحنات تم تصويرها، دخلت شاحنات للأدوية من معبر إيرز شمال قطاع غزة لمستشفيات كمال عدوان والعودة. دخلت كمية من الوقود والأدوية لمستشفيات كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة لأول مرة منذ 7 أكتوبر، ونؤكد هذه المعلومة، والفيديو مصور أيضا ولنا يعني في بيدنا توثيق ودليل على هذا الدخول، بالإضافة أيضا إلى الاشتباكات العنيفة التي دارت يعني في مناطق واسعة من قطاع غزة خلال ساعات عصر هذا اليوم. طبعا بالنسبة لبيانات كتائب القسام وأيضا سرايا القدس، طبعا بعض المصادر الإسرائيلية تحدثت أن هنالك حدث خطير حصل مع الجيش الإسرائيلي خلال ساعات نهار هذا اليوم. نتحدث عن منطقة الزنة في منطقة خان يونس، حيث أعلنت كتائب القسام أن كتائب القسام قتلت 5 جنود إسرائيليين من مسافة 0 وقاموا بتدمير عدد من الدبابات وأيضا تدمير ناقلة جند بداخل عدد من الجنود في منطقة الزنة في منطقة حي الأمل غرب مدينة خان يونس. طبعا بعض المصادر الإسرائيلية بدأت تلمح أن هنالك حدث خطير حدث لدى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ولكن حتى اللحظة لا يوجد المزيد من المعلومات فقط من كتائب القسام يعني التي قامت بنشر أنها قتلت 5 جنود. أشكرك حتى اللحظة على كافة هذه المعلومات سعيد محاجني مراسلنا، شكرا لك على نقل صورتي لنا. أعود إليك سيد أمير، قبل قليل كما شاهدنا في الخبر العاجل يائير لابيد زعيم المعارضة سيزور واشنطن ويلتقي مع مستشار الأمن القومي وأيضا مع وزير الخارجية، ما أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات؟ مهم جدا أن في الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس وفي الرأي العام الأمريكي أن يعرفوا أن حكومة نتنياهو وتحديدا بنيامين نتنياهو لا يمثلون غالبية الشعب في إسرائيل، كل الاستطلاعات تظهر ذلك، لا يوجد تناسق بين ما يريده الشعب في إسرائيل وبين ما يمثله نتنياهو. لابيد سيقول هذا، ومن المهم أن يخرج غانس وأيزنكوت من الحكومة وينضموا إلى الاحتجاجات. وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر سيد أمير أورن خبير في الشؤون السياسية والأمنية على كافة هذه المعلومات، شكرا لك سيد أمير، وأشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، تابعونا مجددا على رأس الساعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.